نعم، عندنا هنا مسألتان دكتور، عندنا مسألة من رأى الهلال بنفسه وتيقن من هذه الرؤية، وعندنا من أخبرهم هذا الرجل برؤيته وهم يثقون فيه، هكذا أنا فهمت السؤال، نعم فهو من شقين أو نعم مسألتين يعني. نعم أما من رأى الهلال بنفسه وتيقن من تلك الرؤية فإنه يجب عليه أن يصوم، سواء اعتمدت رؤيته أم لم تعتمد، سواء أخبر هو برؤيته ولم تقبل أو لم يخبر أصلا، ما دام أنه رأى بنفسه وتيقن فإنه يجب عليه أن يصوم، وهو داخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهد الشهر يعني، فعليه أن يصوم بناء على رؤيته بنفسه. أما من أخبرهم إذا كان ثقة عندهم وكانوا من أهل بيته وكانت المنطقة أو المدينة أو البلدة التي هو فيها لا ليس هناك جهات تعتني برؤية الهلال وتحريه، لا يعتنون لا يحرص لا يحرصون على رؤية الهلال وتحريه والبحث عنه، فإن عليهم أن يأخذوا برؤية هذا الرجل طالما أنه رجل ثقة عندهم واطمأنوا إلى رؤيته، فإنه يجب عليهم أيضا. أما إن كانت هناك جهات يعني تعتني بالهلال والتحري والرؤية والبحث، فإنهم لا يكتفون، لا يجب عليهم أن يصوموا برؤية هذا الرجل الواحد، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك.